على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. إننا في هذا اليوم نقدم التهنئة للعائلتين بهذا الصلح الطيب الذي تمتد فيه الأيادي بالخير، الذي تمتد فيه الأيادي بالخير طلبا لرضا الله فيه، كما أنزل على سيد ولد عدنان بين ثنايا آيات القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الله عز وجل علمنا في القرآن هذا مقام خير للطرفين، نسأل الله تعالى أن يوفقهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت مستعد الدروس، سجلوا 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 من قلبي سجلوا 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 لكم وأقدم لكم هذا الحق، هذا الحق الذي لا يكفيكم لا يكفيكم ولكنها ولكنها السماحة السماحة من قلوبكم من قلوبكم السماحة السماحة أطلبها أطلبها الآن الآن منكم منكم أمام الجميع وأمام الجميع. أجرني يا أخي أجرني يا أخي، قل له أجرتك إن شاء الله، أجرتك لوجه الله. أيوة قل له أجرني يا أخي أجرني يا أخي، قل له أجرتك لوجه الله، أجرتك لوجه الله. بالله العظيم وبهذا الكتاب الكريم أننا جميعا قبلنا الحق وأتينا من أجل العفو، أتينا من أجل العفو. وقل أنت أنا عفوت، قل أنت أنا عفوت، والجميع قد عفونا. ونشهد الله تبارك وتعالى بالسلام والأمان الدائمين المتلازمين، وأن يقابل كل منا أخاه بنفس صادقة وبقلب طيب راض. والتقدم أمام السيد المحافظ، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. عمر خد حق اجرك عند ربنا. احنا عدونا ايه واحد، احنا مش طرفين، احنا طرف واحد واحنا معاكم. شكرا معالي الوزير. لا اتفضل يا عم.